ناديه احمد عبد صالح مهندسه مصريه واول سيده تتقلد منصب محافظ في مصر وتحديدا في محافظه البحيره، ولديها خبرات علمية في مجال صناعة مياه الشرب من النواحي الفنية والإدارية والمالية، وخبرات في مجال إنشاء وتطوير وإدارة محطات وشبكات مياه الشرب. لقد كانت أول سيدة في العالم العربي تترأس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية، وظلت بالمنصب لمدة 12 عاماً، وذلك بعد ترشيح صندوق المرأة المسلمة والإفريقية للحصول على جائزة أفضل إنجاز علمي إنساني لمجهوداتها في مجال المياه والعمل الإنساني بالإسكندرية. حصلت على بكالوريوس الهندسة من قسم الكيمياء جامعة الإسكندرية في العام 65، ثم درجة الماجستير في الهندسة الصحية من الجامعة ذاتها في العام 68. تدرجت في عدة وظائف مثل نائب فني لشركة مياه الشرب بالإسكندرية من العام 92 وحتى العام 2002، ورئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية منذ العام 2002 وحتى العام 2012، ومستشارة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ونائب محافظ البحيرة منذ شهر أغسطس من العام 2013، ونائب رئيس الهيئة العليا للحكماء للمجلس العربي الإفريقي للتكامل والتنمية. المهندسة نادية عبدو محافظ البحيرة بتشرفنا وتنورنا النهاردة مع حضراتكم في مصر جميلة. صباح الخير وأهلا بحضرتك. صباح النور، أهلا بيكم كلكم، وأهلا على مصر كلها، على شعب مصر وعلى شعب البحيرة خصيصا يعني. أيوة، احنا عايزين نوجه كل التحية لأهل البحيرة من هنا. طبعا شفنا بروفايل عن حضرتك وتدرجك الوظيفي ودراسة حضرتك وبداية حضرتك، لكن في مقولة يعني أنا استوقفتني وحضرتك صرحت بيها في مصر اليوم: عشق التحدي وليس لدي مجال للفشل. ده بيحتاج مقاومات شخصية. عايزين نعرف أكتر عن حضرتك وإزاي حضرتك قدرتي تتولي كل هذه المناصب وما شاء الله كلها بنجاح. شوفي حضرتك، يعني السيدة أو الرجل لما بيحطوا الشغل إن هو عبادة، هو فعلا العمل عبادة طبعا، بيبقى عندك كل مقومات النجاح، بيبقى عندك الإصرار إنك تصلي إلى اللي الشغل عايزه فعلا. يعني مفيش ولا تتقيدي بالعمل الروتيني. يعني أنا اشتغلت في شركات خاصة، يعني شركة المية الأول كانت شركة حكومية، بعدين بقت شركة تبع للشركة القابضة، بتبقى شبه قطاع أعمال، وبعد كده الحمد لله بقيت نائب. يعني فالعمل نفسه ما بيختلفش أنت بتشتغلي فين، طول ما أنت حاطة العمل إنه هو لازم ينجح، لازم تنجحي للصف اللي معاكي، لازم يقبلك مرؤوسين تلاقي فيهم خبرات هتقدري تاخدي منهم مديرين في المستقبل، ودي اهم حاجه على فكره في المدير لما يشتغل يحط عينه على المتميزين، يحط عينه طبعا على شباب صغير. انه وبعدين كنت دايما اقول كده ان بيبقى قدامك الخريطه الاداريه قدامك، يعني بتبقي عارفه فلان ده هيطلع بعد 10 سنين، فلان ده هيطلع بعد سنتين، فلانه دي هتطلع بعد كذا، فبتبقي عارفه انك في الفتره دي لازم تبقي مجهزه حد. فكنت دايما احط ده قدامي وابدا احط ناس. وكانت ليا مقوله مشهوره، كل ما واحد يجي يعني يترقى الى اداره ما اقول له انا عايزك اول حاجه تعملها انك تحط عينك مين يجي مكانك. طبعا يتخض طبعا. فاقول له لا، انا ما اقصدش ان يجي مكانك يعني هتمشي، لا بالعكس، انت خلاص هتقضي فترتك، هتعمل نجاحات كبيره قوي، بس انا بقول لك من اهم الحاجات اللي انا عايزاها منك انك تبقى مجهز الرجل الثاني او السيده الثانيه. وده طبيعي لان هي دي سنه الحياه، محدش مخلد وكلنا هيجي علينا الدور وهيجي حد مكاننا، فبالتالي نتمنى انه الانجاز والنجاح اللي احنا حققناه في المجال ده هو يتكمل. ما احبش المكان اللي انا نجحته الاقيه واقع بعد كده. بس انت لازم تشيري الى كده، يعني لازم تقولي له من الاول احنا شغلتنا ان احنا مش
لاست فور ايفر، احنا مش هنقعد الى الابد. احنا لازم نطلع اجيال ولازم نعلمهم. وانت عارفه انت عندك الفايف ام اللي هو المان باور والماني والعماله. العماله دي من الحاجات يعني 20% من العمل اللي بينجحه هي العماله طبعا. فانت لازم تبقي واخده بالك منهم، تديهم حقوقهم، بتديهم جزائتهم في نفس الوقت، بتقولي لهم ان احنا لا عايزين على طول نبقى متواصلين، وده بينجح جدا اي مسؤول. اكيد حضرتك تنوعتي في مجالات العمل اللي توليتي الاداره فيها، يعني كنت في شركه المياه وتقلدتي مناصب اخرى وفي اماكن تانية، ودلوقتي محافظ. فدايما تغيير المجال اكيد بيكسب الشخص خبرات، ولكن التاقلم مع المكان وانك تبداي تفهمي انا مطلوب مني ايه وهعمل ايه والبلان بتاعتي تبقى عامله ازاي، ده صعب؟ هو صعب طبعا، بس انا كان بالنسبه لي مش صعب قوي، لان لما بتشتغلي في شركه المياه نمره واحد بتبقي متصله بمواطنين كتير. يعني انا كان عندي في شركه المياه بغذي مياه لاسكندريه والساحل الشمالي ومرسى مطروح، فعندك مثلا 6-7 مليون بني ادم انت بتتعاملي معاهم، فدي بتبقى من الحاجات الصعبه. ثانيا القوانين كلها بتاع شركه المياه، انت بتقعدي في المجلس المحلي والمجلس التنفيذي بتشوفي قوانين دخول المياه ازاي، بتشوفي بيت مخالف ازاي، فدي كلها قوانين. انا بحمد ربنا ان انا لما روحت الاداره المحليه في جزء كبير من الحاجات دي متصل بيها، فدي بتبقى خبره يعني تساعدك على انك كذا. لكن هو الحقيقه كان لما انا نصبت ان انا اكون نائب لمحافظ البحيره، طبعا انا من اسكندريه طول عمري بشتغل في اسكندريه، في الاول طبعا كنت متوجسه يا ترى هلاقي ستاف كويس، يا ترى هلاقي حد يشتغل كويس يعني. انما الحقيقه لما رحت البحيره في جهاز اداري هايل، هو بس عايز تنشيط، عايز تتاكدي ان هو ماشي طبقا للقوانين، لكن في كفاءات كويسه جدا جدا، فده خلاني الحمد لله بقى امشي في النائب واعمل شغلي الحمد لله بكفاءه الحمد لله. الحمد لله. طبعا القائد او المدير لازم يكون فيه سمات تميزه هو شخصيا عشان يطلع دايما العمل من اللي قدامه او يحفزه ان هو يشتغل، ودي اعتقد ان هي من سمات القياده اللي لازم تكون موجوده في الفتره الحاليه في الجيل الحالي وكمان الجيل الاصغر، لان احنا بنوصل الخبرات لبعض. حضرتك بتتعاملي مع موظفينك ازاي او اللي تحت؟ شوفي حضرتك، هو العدل اساس الحكم، لازم اللي قدامك كله مرؤوس او رئيس يعرف انك انت عادله مهما حصل، ده بيريح جدا وبيعرف اللي قدامك ان مفيش فايده، لا وساطه لا كذا لا كذا. كمان بقول الحسم والحب، يعني لازم برضو اللي قدامك يبقى حاسس انك انت لك علاقه انسانيه معاه، بس لو جيت على العمل او خالفت القوانين في حسم شديد. فده بيبقى دايما يعني بيخليكي تثبتي في مكانك وتنجحي، وبيبقى المواطن اللي قدامك او الجهاز الاداري نفسه عارف خلاص هنا مفيش، يعني في حب في الحالات الانسانيه كلها بشوفها كويسه قوي، برضو بالقانون او بالصفات الشخصيه بتاعتي. انما الحسم برضو لا، القانون لازم يتنفذ، مستحقات المواطن لازم تعملها، احتياجاته لازم تتعمل، انك انت توفر له كل حاجه، دي شغله المحافظ وشغله الجهاز الاداري. مفيش حاجه اسمها يبقى المواطن عايز حاجه قانونيه او ليه احتياجات وانت ما تحاولش تطور في اسلوبك او تطور في قوانينك او تطور في عملك بحيث المواطن ياخد حقه. صحيح. احنا طبعا هنتكلم على الانجازات اللي حضرتك عملتيها في محافظه البحيره والخطط المستقبليه، ولكن انا مهتميه جدا اقدم الجانب اللي الناس ما تعرفوش عن حضرتك، لانه ده بيخلي الساده المواطنين او المشاهدين يعرفوا المسؤول، يعرفوا هو فكره ازاي، طريقه تناوله للامور ازاي، فبالتالي اعتقد ان هو بيخلق الفه كبيره ما بين المسؤول وكمان المواطن. طبعا اكيد حضرتك عندك اعباء كتيره جدا ومسؤوليات كتيرة جدا في نفس الوقت، العمل العام واخد وقت حضرتك، ولكن الجانب الشخصي البيت بقى، حضرتك عندك أولاد؟ أنا عندي أولاد كبار وعندي أحفاد، ودي يمكن نقطة يعني مساعداني قوي، لكن مش هخفي عليك إن أنا بفتقد جدا عيلتي، بفتقد إخواتي، بفتقد علاقاتي الاجتماعية في اسكندرية. أنا كنت مشتركة في وما زلت طبعا يعني مشتركة في عدة
منظمات اجتماعية وخيرية، وكنا بنعمل عمل كبير جدا تقريبا يعني بقدر أروح مرة كل 20 مرة. فمش هما بس اللي بيزعلوا إنه ما بيشوفنيش، أنا ببقى آخر يوم عمل طويل بلاقي نفسي متأثرة جدا. يعني أنا ما شاركتش، أنت عارفة أنت ما تروحي لعيلتك دي متعة ما بعدها متعة، ما تروحي لأصحابك متعة ما بعدها متعة. يعني تخيلي مثلا أنا بقالي 3 سنين أو 4 سنين يمكن ما خدتش أجازة 10 أيام. العيد اللي فات ما شفتش عيلتي كلها، كان عندنا مؤتمر مهم في برلين بيتكلم عن الهجرة غير الشرعية. أنت عارفة إن إحنا عندنا مركز رشيد كان بيبقى فيه، أنت عارفة كانت كذا مركب غرقت وكانت حادثة مريعة. فقلت لا لازم هروح، لأن أنا شرحت الموقف بالظبط وطلبت برضو من الجهات الدولية إنهم لازم يساعدوا في حاجة كده، ويساعدوا بحاجات عينية طبعا، مش بس مؤتمر وكلام كده. فطبعا العيد كله عدى، كنا بنروح نقدر نصيف يومين ما رحناش. لكن هو العمل خاصة في فترة اللي فيها مصر دلوقتي بتمر بيها مفيش وقت للدلع، لازم كلنا نستحمل جامد جدا عشان بلدنا تقوم على رجليها. طبعا ده أكيد. نيجي بقى لمحافظة البحيرة، أول ما حضرتك توليتي المسؤولية وقع الخبر عليكي كان عامل ازاي؟ ويعني اصل اول ما تسمعي الخبر لازم تبقي عامله بلان، لازم تبقي عارفه انت هتعملي ايه، داخله تحدي كبير. شوفي انا يمكن كان معروض عليا وانا نائب، طبعا دي كانت حظي كان كويس قوي لان انا ابقى نائب في نفس المحافظه، خلاص بتاخدي كل بقى الترتيبات الاولانيه، بتاخدي بتعرفي الناس، بتعرفي الاماكن. انت عارفه في البحيره في اسماء عديده جدا، مش عارفه عندها كام، 15 مركز، 5000 قريه، 6000 نجع. كل ده بقى لما واحد يكلمك من المواطنين يقول لك انا مش عارفه في الكوم الاخضر كذا كذا، لما كنتش تدرجت في كده كانت بتبقى العمليه صعبه. لكن اول طبعا ما سمعت الخبر، يعني انا سمعت الخبر الصبح الساعه 9 من السيد رئيس الوزراء، وكان حلف اليمين بعدها بيوم. فطبعا كنت متوجسه جدا، ما تعرفيش فرحانة ولا خايفة، يعني طبعا شرفت. وبعدين خاصة ان مش منصب محافظ، انا اول سيدة ابقى محافظ، قلت دي هتقبلها اعباء كتيرة جدا واتصالات والعين بقى على حضرتك هتعمل ايه المرأة المصرية في المنصب. ايوه ولقاءات وبرضو انت لازم حتى لو كنت ناجحة لا ده انت لازم تنجحي بطرق غير طبيعية او بطرق غير نمطية. فكل ده طبعا عدى اول شهر كان كله بقى لقاءات والسترس، القناديع الجايه وطبعا كمش التهاني، بشكر كل اللي هنوني من قلبهم وكل اللي هنوني بكلمات رائعه. فانا شرفت طبعا وبشكر كل القياده السياسيه ان انا كان ليا الحظ ان انا اختير كاول سيده محافظ، والحمد لله ببذل كل جهدي ان المكان ده يعني يقولوا ان لا المرأة في مصر تقدر تعمل حاجة. ده حقيقي يا فندم، يعني ما شاء الله برضو انجازات حضرتك اللي على ارض الواقع تقول الكلام. نبدأ ونقول لما حضرتك توليتي المسؤولية في محافظة البحيرة اكيد كان فيها مشاكل، اكيد كان في شكاوى كتير من السادة المواطنين، حضرتك عملتي ايه من اجل تخفيف الاعباء عن المواطنين؟ شوفي لما بقيت محافظ ما كانش عندي مشاكل كتير، انما لما كنت نائب كان عندي مشاكل. بس انا تصديت لهذه المشاكل بمنتهى القوه والصدق والحسم. يعني قالوا انت كنت كذا وكنت في الحزب الوطني، قلت لهم ايوه انا كنت في الحزب الوطني، بس كنت في الحزب الوطني بشرف الحزب الوطني، بشتغل مهندسه نادي. انت اضافه للمكان. وكانت عارفه وقتها انهم بيغيروا الوجوه في الحزب الوطني للدوائر كلها، فقلت لهم انا الحمد لله لم اتنصب، ما جبتش الشغل لولادي ولا لقرايبي، ما خدتش اراضي، ما خدتش فيلات. عارفه بقى لما تطلعي تتكلمي محدش يقدر يتكلم كده غير لما يكون هو ده واقع طبعا. فحتى اللي كانوا معترضين الاول كان بعض الجهات السياسيه جولي بعدها بيومين وقالوا لي طبعا احنا جالنا كلام وبتاع، قلت لهم عيب قوي يبقى في حزب سياسي ويجي له كلام، انت لقيت ايه دلوقتي؟ قال لا لقينا كل خير وبتاع. وبقوا الناس دولي الحقيقه لغايه النهارده الداعمين من اعز ايوه من اعز يعني الداعمين للبحيره نفسها.
وليا طبعا كذا وفي طلباتهم فلما بقيت محافظ لا ما واجهتش يعني مشاكل. بس كان قدامي تحدي. مش عارفه حضرتك، اولا شغله محافظ دي اصعب من اي وزاره، يعني انت الوزاره بيبقى انت عندك حدود لشغلك، وزاره الصحه، وزاره النقل، وزاره اي وزاره لها مستهدف واحد وبتشتغل في سيركل واحده. انما المحافظ انت مسؤوله عن كل الولايات. يعني اقول لك الصحه، المستشفى دي وحشه ليه؟ انت لازم تبقي عارفه. الميه، الكهرباء، الصرف الصحي، الطرق، الكباري، التعليم، يعني كل الحاجات دي لازم انت بتبقي بتعتمديها وتتابعيها كخطط. فشغله متعبه جدا. طيب المشكله دايما اللي كانت بتواجهنا تنميه الموارد الموجوده في المحافظات والتمويل، يعني اكيد الناس بتبقى عندها خطط وامال عايزه تعمل كل حاجه كويسه للمحافظه، لكن التمويل وتنميه الموارد. شوفي هقول لك حاجه بس مش هنسى اكمل السؤال. يعني احنا لسه كنا امبارح بنستعرض خطه 16 17 الخطه الاستثماريه وخطه 18. في 16 17 كان الخزانه عطيانه 215 مليون جنيه. خلاص؟ كنا محددين مثلا للطرق حوالي 80 مليون جنيه. احنا جبنا على 80 مليون جنيه دي 70 مليون جنيه. هايل. فكل مسؤول يقدر يتصرف. كل مسؤول، يعني احنا عندنا الصندوق الاجتماعي. عندنا مشروعات ناجحه زي المحاجر مثلا. خدنا من الارباح بتاعتها. عندنا لما تدوري كده في الميزانيه بتاعتك تلاقي حاجات مركونه من زمان تاخديها تستخدميها. النواب بشكرهم، يعني كانوا عايزين مثلا طرق زياده قدروا هم يتواصلوا مع المحافظين وجابوا لنا زي 20 مليون. فالاعتماد ايوه قليل، لكن كل مسؤول عليه يبحث، كل مسؤول عليه ازاي يدعم، ازاي يجيب من هنا، ازاي يقلل في تكلفه. ما تقوليش الطريق ده هيكلف 3 مليون، اقول له لا احسب لي تاني ليه 3 مليون؟ لا ده لازم ينزل. فانت بتشتغلي تنميه ايراد وتقليص مصروف. فدي نمره واحد. بس ما بيجيش طبعا على جوده المنتج. نهائي. 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 كنا بنقول بقيه السؤال ايه؟ انا قلت لك مثال على طول ازاي الاعتماد. انما تنميه بقى الموارد الحقيقه احنا نمره واحد، اما كنت نائب مع سياده المحافظ الاسبق لقينا مثلا القوانين واللوائح مش منفذه، فدي كان بيتصرف عليها كتير قوي. فغيرنا اللوائح. اللوائح اللي هي بقوانين دي وفرت شويه فلوس. لقينا مثلا مشروعات متوقفه. طب لماذا؟ تعالي مشروع مثلا لواحد واخده حق انتفاع بقاله 20 سنه ما انتجش منه حاجه، خدنا الارض وهسحبه. من قبل قرارات السيد الرئيس؟ من قبل قرارات السيد الرئيس. يعني ده وانا نائب. فمثلا مثال صارخ جدا، كان فيه في حوش هيسه 40 فدان عشان مشروع الدجيني اللي بينتج مليون فرخه، كان متوقف وواحد واخد الارض وقافل هذه الكذا ومسقع الارض. تعالى يا سيدي غرامه صاحب العمل، ادفع كل الحق الانتفاع اللي ما دفعش. طرحنا المزايده، النهارده الراجل كل 45 يوم بينتج نص مليون فرخه. هايل. فدي بقى ازاي المسؤول يبقى حريص؟ ده دي امانه طبعا. يعني ازاي انت تبقى جينا مثلا لقينا المناطق الصناعيه في وادي النطرون متوقفه، معموله امتى؟ سنه 95. جددنا الخرايط، جددنا المساحات، يعني وزعنا المصانع بما يحتاجوا النهارده اللي كان من 20 سنه ما ينفعش النهارده. الحمد لله ثلاث مناطق استخدمت بالكامل مستثمرين. ان شاء الله ناخد الاوتبوت بتاعهم خلال مثلا سنه او اتنين ان شاء الله. المنطقه الرابعه ماشيه كويسه قوي. فتحنا مناطق صناعيه جديده في حوش هيسه، دي كانت منطقه مثلا عباره عن قمامه، سويناها وقسمناها برضو وعملناها يعني منطقه صناعيه للانتاج الطبي. ما عندناش مصانع ادويه، ما عندناش مصانع مستلزمات طبيه، ما عندناش مصانع علف. والحمد لله شوفي الشهر الجاي باذن الله في مصنع بتاع شركه صينيه هينتج العلف، مش لسه انا بقول لا. وعندنا اكتر من 30 40 مستثمر الاجراءات بتاعتهم ماشيه وان شاء الله ينتج.
رشيد، رشيد دي رشيد وإيدكو دولي على البحر الأبيض المتوسط على طول، دول فيهم طبعا استخراج الغاز والبترول. دي طبعا مصر إن شاء الله، إن شاء الله أنا بطمن المصريين مصر هتبقى بخير. يعني إحنا خلاص السيد الرئيس افتتح أول مشروع في الغاز من رشيد، ده أنتج ربع ما تحتاجه مصر من الغاز، ربع. الخطة الجاية آخر 18 هينتج كل احتياجات مصر من الغاز وفاء التصدير. يعني شوف أنا بقول للمصريين، بدل ما كنا دايما نقول اشمعنا الأرض اللي جنبها فيه جنبنا فيها غاز وبترول وإحنا لأ، لا البحر الأبيض ما شاء الله يعني استخرجنا خلاص. أنا ما بقولش خطة، برضو عايز أقول طب ليه ما تعملش ده من زمان؟ ما تعملش ده من زمان، يعني لعدم النشاط او لعدم ان الشغل كان في الامخاخ. سنين ما كنتيش بتدفعي مستحقات اللي بينقبوا عن الغاز. انت حضرتك لو كنت قريتي خبر من يومين ثلاثه ان مصر سددت 3.5 مليار دولار للمستحقات اللي كانت علينا للبترول. ده شجع بقى عندك دلوقتي بيشوفوا في البحر الاحمر، بيشوفوا في بورسعيد، كل ده هيبقى خير ان شاء الله كبير جدا ان شاء الله ان شاء الله. طب عندي سؤال اخير لحضرتك، وعلى مصنع الورق اللي هيتعمل في رشيد باذن الله بتكلفه 250 مليون دولار، مليار دولار، وعايزه اسال كمان على المنطقه اللوجستيه اللي حضرتك اتكلمتي عليها وقلتي ان كمان هيتم انشاءها. هي دي، هو مصنع الورق ده في هذه المنطقه. برضو المنطقه دي حضرتك بتقولي زودنا ايرادات الدوله ازاي. المنطقه دي كانت منطقه في مكان حلو جدا، يعني على طول جنب الطريق الدائري وبعدها عن البحر مش كتير، برضو جنبها شركات البترول، فكانت دي عباره عن ارض بتجرف من الخارجين عن القانون من بعض البلطجيه في فتره الثوره. حين اخذتها وبرضو قسمتها، مش عارفه الكلام ده ما بيبقاش سهل انك انت عارفه بتنزلي تعملي خرايط وتعملي احداثيات وتعملي حدود. خدنا جزء منها عملناه منطقه صناعيه، ودي برده ما كانتش سهله. مصنع الورق بقى في المنطقه الصناعيه دي، هي المنطقه الصناعيه 200 فدان، مصنع الورق حوالي 130 فدان. جنبه في منطقه عاملينها للصناعات الصغيره والمتوسطه، للصناعات اللي هي يعني معروفه في رشيد وإيدكو. بعد كده بقيت ال 500 فدان اللي من 700 في خلاص جامعه رشيد، دي جامعه خاصه ان شاء الله نتمنى تفتح السيزون الجاي. يعني برضو خلصت كل اجراءاتها وبدات تعمل جسد في الارض، وباقي الارض بقى هنعمل ان شاء الله مدينه سكنيه. كنا نفسنا نعمل على كل المنطقه، لكن احنا غيرنا من اسكندريه، وفي طبعا انت عارفه غيط العنب عاملين بشاير واحد واثنين وثلاثه، دي هتبقى اربعه. وخلاص عملنا الرسومات ومعانا المنطقه الشماليه، على اساس هنعمل حوالي 2000 وحده سكنيه. وانا من هنا بشكر سياده الرئيس وهو بيناقشنا في استرداد الاراضي، ان حضرتك ما تتخيليش ان رئيس الجمهوريه يعلم كل تفصيله. يعني انا كنت مع المنطقه الشماليه بقول له كفايه 1000 وحده، لان رشيد ما فيهاش ناس كتير. فانا لما بقول له كذا قال لي طب وليه ما خلاش 2000؟ يعني اذا هو ليه؟ يعلم هو يعلم ان كان النقاش على كذا وبقى كذا. قلت له يا فندم حاضر حضرتك تؤمن. قال لي انا هقول لك حاجه، انا عارف ان الناس كتير مش كتير، شوفي اي حد ساكن في اماكن غير لائقه وانقليه وخدي الارض بتاعته. فدلوقتي بنغير الديزاين على اساس يبقى 2000 وحده ان شاء الله. ان شاء الله يا رب بالتوفيق دايما. انا بشكر حضرتك انه في ظل اعباء حضرتك ومسؤولياتك شرفتينا النهارده في مصر جميله، وطبعا بنعتذر عن شده حراره الجو. لا 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 معلش معلش. ولكن ان شاء الله الموجه الحاره هتنكسر بكره باذن الله. ان شاء الله. مهندسه ناديه عبده محافظ البحيره نورتينا النهارده في مصر. خالص. ميرسي لحضرتك. وانا كمان نورت بالوش الجميل. ميرسي لحضرتك. ميرسي خالص. ومصر بخير ان شاء الله. إن شاء الله. ومصر جميله ومصر قادمة جدا، ولا يهزنا أبدا ما يحدث. دي أنا بقول دي الأنفاس الأخيرة، مصر هتبقى بخير بإذن الله إن
ان شاء الله. واحنا هناخد دايما كمان السلوجن اللي حضرتك اطلقتيه، اعشق التحدي وليس لدي مجال للفشل، هنعممه في مصر كلها. وبصراحه يعني احنا هنا هوت في مصر جميله برضو، يعني واخدين الموتو ده هوت في حياتنا دايما، ودايما بنقدم الايجابيات اللي موجوده في مصر، لاننا مؤمنين ان المصريين قادرين على التغيير. طبعا. شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا لحضرتك. هنطلع لفاصل مع كل السادة المشاهدين ونرجع نواصل لقائنا مع حضراتكم وفقرتنا أبيض وأسود وبنت الشيخ سيد مكاوي إيناس سيد مكاوي.